السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. لا تخلو صفحة الفيسبوك في الساعة الأخيرة من الحديث عن الفضيحة الكبيرة والمدوية والتي تورط فيها ابن وابنة وزير جزائري معروف. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. نشرت العديد من الصفحات النشطة على الفيسبوك في الساعة الأخيرة خبر أقل ما يقال عنها أنه فضيحة من العيار الثقيلة تورط فيها ابن وابنة وزير الصناعة الجزائري علي عون. وقلدت المصادر أن المتهمين تورطوا في قضايا خطيرة وتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار تأكيد الخبر من الجهة الرسمية.